إلى أحمد دراوشة الآن في حيفا. أحمد، عندما يقول جالانت إنه يوم صعب لشعب إسرائيل، كيف سيكون للإعلان عن هذا العدد الكبير من القتلى، 10 قتلى من الجنود الإسرائيليين بينهم ضابطان خلال فقط 24 ساعة، ما وقعه على الداخل الإسرائيلي؟ ريما، فقط قبل ذلك أشير إلى هذا الخبر العاجل من جبهة قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا الآن أنه اقتحم مشفى كمال عدوان بعد ما ادعى أنها معلومات استخباراتية وصلته تتحدث عن وجود قيادات إرهابية على حد زعمه في تلك المنطقة. منذ ساعات الصباح كان مراسلون يتحدثون عن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمشفى بعد مجزرة ارتكبها الليلة الماضية في منطقة جباليا، وكذلك استهداف الطوابق العلوية من هذا المشفى، استهداف كذلك خزانات الأكسجين، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال وعدد من المرضى الموجودين داخل هذا المشفى. والآن يعلن رسميا جيش الاحتلال عن اقتحامه لمشفى كمال عدوان في أقصى شمالي قطاع غزة. فيما يتعلق بالجنود الإسرائيليين القتلى وحديث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت عن هذا الأمر، التقديرات في إسرائيل أن العملية البرية الإسرائيلية، صحيح أن إسرائيل تدعي أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت إلى أسابيع، لكن ربما قد نشهد خلال الفترة القريبة المقبلة بدء تغيير في مسار هذه العملية العسكرية باتجاه تقليص تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق معينة من جنوبي لبنان على إثر انتهاء عمليات التطهير. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط للبقاء جنوبي لبنان لفترة أطول، حتى المناطق التي يدعي بين قوسين بتعبيره تطهيرها والقضاء على البنية التحتية لحزب الله اللبناني في تلك المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف قرر على إثر الضربات المتلاحقة، إثر الضربة التي يتعرض لها جنوده هناك وإصابات جنوده بالعشرات ومقتلهم كذلك بين جنود وبين ضباط، تؤدي إلى إعادة تغيير في انتشار القوات هناك. وبحسب ما تنشر وسائل إعلام إسرائيلية، قد نشهد خلال الفترة المقبلة تغييرا في انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بجبهة لبنان وكذلك فيما يتعلق بجبهة قطاع غزة، في بعض المواقع في جبهة لبنان هناك قناعة بأن الجيش الإسرائيلي حقق أقصى ما يمكن تحقيقه، وبالتالي كلما طالت الحرب أكثر سواء على جبهة لبنان أو على جبهة قطاع غزة، تكون الأمور بدأت تميل لصالح حزب الله وليس لصالح إسرائيل. مزيد من القتلى ومزيد من المصابين، والسؤال متى ستأتي اللحظة التي سيكون الإسرائيليون إنهم غير قادرين على دفع ثمن وجودهم في لبنان أكثر. شكرا أحمد دراوشة من حيفا. شكرا أحمد.